قبيل أذان المغرب، خضار يطعن بائع خبز بأحد أسواق مدينة تطوان. شهد سوق حي جويلما بمدينة تطوان مساء اليوم الاثنين 11 من أبريل الجاري وقوع جريمة قبيل أذان المغرب، حيث أقدم شاب على طعن صديقه وسط السوق المذكور بواسطة السلاح الأبيض، متسببا له في جرح بليغ على مستوى العنق. ووفق مصادر محلية، فإن خلافا وقع بين الطرفين جعل المعتدي الخضار يقدم على توجيه طعنة للضحية بائع الخبز الذي سقط أرضا غارقا في دمائه قبل حضور عناصر الوقاية المدنية التي تدخلت على وجه السرعة ونقلت المصاب لإنعاش مستشفى سنية تغمل. هذا وعملت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان على اعتقال الجاني ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة للتحقيق معه في المنسوب إليه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.